السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم متفرج على قناة بيم أريبيا، والنهاردة هنتكلم على كيو جي اي اس. طبعا من الاسم احنا بنتكلم على برنامج بيتعامل مع الخرائط ومع الجي اي اس. كيو جي اي اس سميته ان هو برنامج اوبن سورس مجاني، مش محتاج كراك، تقدر تشتغل عليه براحتك خالص. خلينا نبدأ ونفتح ملف اهوت، ان شاء الله هرفع لكم الملفات ديت، هتلاقيها اسفل الفيديو. مثلا اهوت الملف دوت، اقول له اوبن. هنا هيظهر لك الشغل بتاعك والخريطة بتاعتك، تقدر تعمل زوم على اي جزء انت عايزه بالشكل دوت، تمام، زي ما تحب في المكان اللي انت تعمل المشروع بتاعك فيه. وان شاء الله بعد ما اخلص الكيو جي اس ونخش على الارك جي اس، وبعد كده ان شاء الله نتكلم ازاي نربط بين البيم والجي اي اس. ان شاء الله تلاقي الدروس دي على قناة بيم اريبيا. هنا هتلاقي المساحة بتاعت العمل، هنا هتلاقي البراوزر، تقدر تفتح الملفات من اي مكان هنا وتقدر تشوف الشغل بتاعك. هنا الليارات، فتقدر تضيف لير معينة بالشكل دوت، تقدر تتحكم في تلوين اللير، تمام، يعني لو في اي حتة مثلا عايز تغير اللون بتاعها تقدر تدخل، تقدر تغير الترتيب بتاعهم، تقدر تعمل لهم جروب زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله في الدروس اللي جاية. هنا هتلاقي ده الكوردينيت ده بتاع الماوس حاليا، تمام، يعني طول ما انا ماشي كده هو بيبدا يجيب لي الاحداثيات بتاعتي. لو انا قفلت كده هيبدا يجيب لي الاحداثيات من هنا لهنا بتاعه الخريطه، يعني كل ما تغير خريطه الرقم يتغير، تمام. لو انت فضلت ثابت وبتحرك الماوس ما بتغيرش، لان هو معتمد على النقطتين دول. طيب ده السكيل بتاعك، اساس لو انت بتكبر بتصغر ممكن تختار سكيل معين من هنا مثلا بالشكل دوت وهكذا. طيب لو انت عايز تعمل روتيشن للحاجه بتاعتك، لو انت عايز تعمل ريندر، يعني ايه ريندر؟ يعني لما تشيل العلامه دي وتبدا تعمل زوم او تبدا تقرب وتبعد ما بيجيبلكش تحديث للخريطه، انما لما تدوس ريندر هيبدا يتعامل اوتوماتيك ثانيه بثانيه كده، تمام. هنا بقى بتبدا تشوف الاحداثيات اللي انت عايز تعدلها. الكوردينيت ريفرنس سيستم او السي ار اس هو العادي ان هو مختار حاجه جاهزه، فانت ممكن تقول له انا موافق على ديت، او تختار الحاجه اللي انت عايزها، تبدا تختار الحاجه اللي انسب ليك وتضيفها للشغل بتاعك. طيب وهنا هتلاقي المسج، مثلا لو انت في بلجن في اخطاء بتاع بايثون بروسيس جنرال مسج وهكذا، تقدر تحدد الاختصارات اللي انت هتشتغل عليها من سيتنج، تقدر تقول له كيبورد شورت كات، فتبدا تحدد الشورت كات اللي انت عايزه لايه، تمام. هو هنا اول ما بتدوس بيبدا يجيب لك الاختصار بتاعها، تمام. الديفولت بتاعها مثلا كنترول شيفت دي، فممكن تقول له شينج وتروح كاتب بقى اللي انت عايزه كنترول شيفت اي مثلا، تمام، فيبدا يغيرها لك، تمام، شينج واختار الحاجه اللي انت عايزها، او تقول له سيت نان يبدا يخليها الحاجه دي من غير اي حاجه خالص. تقدر تقول له لود لو انت عندك ملف امتدو اكس ام ال في الاختصارات، او تسيف الشغل بتاعك بالاختصارات ديت، تمام. لو انت قلت له شنش واخترت حاجه موجوده اصلا هيبدا يقول لك خلي بالك ده دي موجوده حاجه تانية، تمام، يعني الاختصار ده موجود لحاجه تانية، فهل انت عايز تعمل ري اساين وتخلي الحاجه الجديده ولا لا، او تقول له سينان وتلغي الاختصار دوت. هو البرنامج لذيذ ومثل ان هو مجاني، مش هتدور على كراك ومش مطلوب منك تدفع فلوس. لو انت عايز تتبرع عليهم مش ليا، تقدر تتبرع عادي بدون مشاكل خالص.